السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلامذة الأولى بكالوريا لجميع الشعب إتماما لسلسلة شرح دروس مادة التربية الإسلامية. سأتطرق خلال هذا المقطع للدرس الثالث من مدخل التزكية. بعدما قمت بالحديث عن الإيمان والغيب ثم الإيمان والعلم، الآن سأنتقل للحديث عن الإيمان والفلسفة، وسأتحدث عن ثلاثة نقط أساسية: ما مفهوم الفلسفة؟ وما موقف الإيمان والدين من الفلسفة؟ وما العلاقة بين الإيمان والفلسفة؟ فكلمة الفلسفة تعني طلب المعرفة أو البحث عن الحقيقة أو محبة الحكمة، وهي عبارة عن نشاط إنساني قديم يرتكز على عنصر مهم وهو التحليل المفهومي، ويتعلق بممارسة نظرية تأملية وجدانية للإجابة عن الأسئلة الأساسية التي يطرحها الوجود والكون. ويعتبر الإغريق هم أول من أسس قواعد الفلسفة الأساسية كعلم يحاول بناء نظرة شمولية واقعية للكون. هذا بالنسبة لمفهوم الفلسفة. بالنسبة لموقف الإسلام من الفلسفة، فهو لا يحارب الفلسفة، لأن الإسلام يدعو للنظر والتفكر، وبالتالي فهو لا يحارب ما تدعو إليه الفلسفة من التأمل وإعمال العقل في قضايا الوجود وما وراء الطبيعة، بل الإسلام يدعو إلى ذلك، وهناك آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تدعو إلى النظر والتفكر واستخدام العقل. وبالتالي فالإسلام لا يحارب الفلسفة التي تنطلق من مقدمات صحيحة وأسس منطقية، لأنه يستحيل أن يتعارض العقل مع الوحي، لأن خالق الكون ومنزل الوحي هو الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالله عز وجل خلق هذا الكون كله عبارة عن أدلة شاهدة على أنه الخالق تبارك وتعالى، فالنفس والآفاق أي الكون كلها تشهد بأن الخالق هو الله جل جلاله، وأن هذا الكون لم يوجد صدفة كما يقول الملحدون والعياذ بالله. وبالتالي فالإيمان والإسلام لا يحارب الفلسفة أبدا ما دامت تنطلق من أمور ومنطلقات صحيحة سليمة. الآن المحور الثالث: ما العلاقة بين الإيمان والفلسفة؟ بما أن الإسلام لا يحارب الفلسفة، بالتالي ليست بينهما علاقة تنافر وتضاد، وإنما علاقة ترابط وتكامل، لأن الإسلام يدعو إلى النظر والتفكر، وكذلك الفلسفة لأنها تهتم بالأسئلة الوجودية المتعلقة بالحياة والموت وما قبلهما والمعاد وما وراء الطبيعة، أي ما يكون الهوية الإنسانية في كل أبعادها وفي علاقتها بالغيبيات. لكن الإنسان المسلم من المنظور الفلسفي المتزن، ليس من المنظور الإلحادي، هو الذي يبني إيمانه بالتفكير بنفسه باستقلال ومسؤولية، ويفتح قاعدة الإيمان على المعارف والعلوم الإنسانية الحديثة. بالنسبة للمنظور الإيماني الشرعي، المسلم مطالب بالتصديق اليقين الذي لا شك فيه القلب بكل ما أخبر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب في القرآن والسنة، ثم له أن يستخدم عقله ويصل إلى هذه الحقائق، لأن المصدر الأساسي للغيبيات هو الوحي، أي القرآن الكريم والسنة النبوية، والعقل يأتي في المرتبة الثانية. هنا نفرق: الإسلام يقدم الوحي على العقل، لأن الوحي هو من الله تبارك وتعالى، والعقل هو مخلوق من مخلوقات الله الذي أوجده في هذا الإنسان وميزه به عن باقي المخلوقات. فلو تعارض العقل والنقل، أي الوحي القرآن والسنة مع العقل،
لا نقدم العقل بل نقدم النقد. يقول الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا، لأن عقلك أيها الإنسان قادر لكي يعرف مجموعة من الحقائق، لكنه غير قادر لمعرفة جميع الحقائق والتوصل للغيبيات، فهذا العقل له حدود لا يجب أن يتعدها وأن يتخطاها. هذا باختصار درسنا الثالث من مدخل التزكية. أتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.